بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات سوري أبطال. النهاردة الحقيقة لينا جولة مميزة مع فرقتين من فرقنا بيخوضوا منافسات أفريقية في منتهى القوة. كرة السلة النهاردة بتخوض منافسات تصفيات بال فور أو الباسكت بول أفريكان ليج أو بطولة أفريقيا للأندية اللي بتتلعب على صالة أو مجمع الدكتور حسن مصطفى. بنلعب في مجموعة النيل اللي منها إن شاء الله هنتأهل للنهائيات اللي هتكون في رواندا. إذا هي تصفيات قوية، لعبنا مباريتين، يتبقى لينا أربع مباريات. النهاردة هنكون معاهم بإذن الرحمن في مباراتهم النهاردة مع بنجيه من وسط أفريقيا. هنتابع المباراة وهنشوفها ونحللها أكيد زي ما عودناكم بإذن الله. جولتنا الثانية اللي هنكون معاهم رجال الكرة الطائرة في بطولة أفريقيا في نسختها الـ 45. النادي الأهلي بيدافع عن بطولة هو الأكثر حصولا بها، 15 لقب، وبينافس وبيقاتل على اللقب السادس عشر. النهارده النادي الاهلي هيلعب قبل النهائي مع النصر الليبي في بطوله كان مشوارها طويل، نعم كان سهل ولكن كان طويل. النهارده قبل النهائي وبكره النهائي. النهارده هنكون مع فرقتين من فرقنا لسوري التحليل النهارده بروح عائله الاهلي. عائله كره السله النهارده في الاستوديو التحليلي وعائله الكره الطائره النهارده كمان معانا في الاستوديو التحليلي. هنتكلم وهنحلل المباراتين. المباراة الأولى هتتذاع على شاشة قناتنا اللي هي البال أو مباراة كرة السلة هتتذاع على شاشة القناة، أما مباراة الكرة الطائرة إن شاء الله تذاع على قنواتنا على السوشيال ميديا سواء على اليوتيوب شانل أو على الفيسبوك، تقدروا تتابعوها. وهنا التميز لقناة النادي الأهلي، والحقيقة لازم أتوجه بكل الشكر لمسؤولي قناة النادي الأهلي اللي كانوا حريصين يكونوا زي ما وعدوا منذ البداية مع كل أبطالنا في كل مكان قدر استطاعتنا. إن شاء الله بإذنك يا رب تكون ليله جميله على النادي الاهلي، لان ابتديناها الحقيقه بمكسب ونصر لفرقنا لكره اليد سواء رجال او سيدات اللي بيحاربوا على بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي في الجزائر. وبنقول لهم مبروك، النهارده خاضوا مباريتين سواء الرجال او السيدات. الرجال النهارده كسبوا الابيار الجزائري بنتيجه 40-19 في بليده مليه الجزائر، انا اسف، 40-19 في مباراه الحقيقه كانت نوعا ما سهله على فرقتنا. والسيدات ايضا استطاعوا ان هم يفوزوا على الابيار الجزائري 29-17. اذا النهارده اليوم ابتديناه يوم اهلاوي، وان شاء الله نتمنى ان ينتهي بفوز للفرقتين، نتاهل للنهائي في الكره الطائره وناخد خطوه كمان تقربنا من الفاينلز ان شاء الله في كره السله في الباسكت بول افريكان ليج لنهائيات رواندا باذن الله. وافكركم احنا حامل لقب بطوله افريقيا في شكلها الجديد. خلينا ارحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو النهارده. الاستوديو زي ما قلت لحضراتكم مقسوم، استوديو اسره كره السله واسره الكره الطائره، ولكن في الاخر احنا عائله النادي الاهلي اللي بنتابع فرقه في كل مكان. برحب بنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وهداف دوري لوس انجلوس الاولمبيه كابتن محمد سلعاوي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عيسى، فرصه سعيده مع الزملاء واخواتنا واللعيبه الزمن الجميل. جميل جميل جدا. طبعا برحب بكابتن محمود رؤوف الغالي ابن الغالي ونجم النادي الاهلي في الكره الطائره ومنتخب مصر، والحقيقه اللي كان من احد كباتن النادي الاهلي التاريخيين. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بيك يا كابتن عيسام، وانا مبسوط جدا طبعا انا متواجد مع اسره كره السله النهارده، وان شاء الله يبقى يوم جميل على كل جماهير النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك. كابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكره الطائره، واللي كان امبارح هو وكابتن محمود بيكرموا من اللجنه العليا. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بالضيوف الكرام، وانا سعيد طبعا انا موجود في وسط اساطير كره السله بصراحه، ده شيء يشرف يعني. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن نبيل بخيت مدربي. الله يخليك. ويعني واقول ايه، استاذي العزيز ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي اتعلمنا منه كتير. منورنا يا كابتن نبيل. اهلا بيك واهلا بجماهير النادي الاهلي وطبعا بصفوه الطائره، وباذن الله يكون يوم سعيد على الطائره والسله باذن الله. اسمحوا لي ابتدي بالكره الطائره عشان ما يقولوش انا بتاع باسكت فبتحيز لكره السله. لا واحنا موافقين بقى طبعا، لان احنا في الاول والاخر اسره واحده. ده انا مش كده بس، ده انا عايز اسمع كمان كابتن محمد وكابتن رؤوف هما بيتكلموا على الباسكت، لان طبعا وكمان كابتن سلعاوي وكابتن نبيل هتكلمونا على الطائره. خلي بالك احنا مش كله عايزين نسمع. بالظبط. فاحنا النهارده ايه كلنا هنتكلم عن كله، ولكن كابتن محمد النهارده مباراه مهمه جدا، السيمي فاينال ملهاش اي حسابات دائما ابدا في الكره الطائره او في اي لعبه، مهما كان الخصم فهو يبقى قبل النهائي. شايف المباراه النهارده؟ صحيح، احنا وصلنا الحمد لله لقبل النهائي زي ما احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت كلها. المشوار كان جيد، مش هنقول ان هو كان صعب او كان سهل، هو كان جيد للفرقه. الفرقه النهارده اللي احنا هنلعبها هو خصم مش سهل، احنا لازم ننزل نكون مركزين جدا، لازم يكون عندنا الروح من البدايه ان احنا نضغط علشان الماتش يفتح معانا ان شاء الله والجيم يبقى سهل. نضغط ازاي يا كابتن محمد؟ الارسال والبلوك،
دايما ده مفتاح لعب الفرق الكبار، واحنا دايما الاهلي هو محطوط في الصفوه. نعم. فدلوقتي لازم هيكون عندنا السيرف قوي جدا، سواء طبعا عندنا مميزين في السيرف زي عبد الله عبد السلام، زي حسام يوسف، زي احمد صلاح، زي عزب، فالمفتاح ده مهم جدا، ويقابله قدام على الشبكه البلوك، لازم. نعم. البلوك بتاعنا النهارده يكون قوي، هنقفل مفاتيح اللعب بتاعتهم كلها، سواء هم عندهم في الاستقبال هم مش مميزين قوي، وفي الضرب برضو اللعيبه بتاعتهم مش مميزه، وان كان هم امبارح يعني عملوا ماتش مع مينا دولا الكاميروني 3-2، يعني كان ماتش كان ماتش مقفول، وهم تقريبا اللي صعبوا على نفسهم برضه. نعم. فده لازم يتاخد في الحسبان. نعم. لازم النهارده احنا ندوس من الاول، من اول شوط مفيش بقى تراخي هنا، خلاص احنا مش هنجرب ومش هندي. نعم. للمنافس ان هو يطلع علينا 24 ساعه وتتوج بطل الافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله لازم نضغط ولازم ناخد امور من البدايه. من البدايه باذن الله. اشكرك كابتن محمد. كابتن رؤوف، النهارده مستر فرناندو عودنا المباريات اللي فاتت انه بيعمل روتيشن، الروتيشن بتاعه كان بشكل جديد، مش كل الاسبان بيعملوه، ولكنه كان بيدي 7-8 لاعبين من ال 14 جرعه كامله في المباراه، ما كانش بيعمل روتيشن على 14 لاعب، كان بيشارك سبعه بس، وسبعه تانيين او سته تانيين بيريحوا. النهارده تتوقع ايه؟ لا اتوقع طبعا النهارده يعني معروف ان المباريات النهائيه قبل النهائي والنهائي، لا هيبقى التركيز اكتر على التشكيله الاساسيه للفريق، وهيبقى التغييرات طبعا في اضيق الحدود، لان طبعا انا برضو في حاجه يعني خبر عرفته امبارح، ان عصران مثلا كان مستدعى في الجيش. نعم. فكان طبعا ده حاجه واجب وطني، لازم يأديه، ففي ظروف بتواجه لازم ان احنا بقى نتغلب عليها. نقدر. طب هل النهارده ممكن يعني هيكون موجود ولا ما عندكش؟ ان شاء الله موجود. موجود ان شاء الله. فما فيش مشكله. ففي بعض المواقف في البطوله بتقابل المدرب، سواء اصابات سواء حاجات يعني مختلفه، هنا اللي هو عمله ده امتص اي صدمه ممكن تحصل. ده انا بقول ايه، ده روتيشن، ده بقى فايدته ان لا قدر الله الاصابات بتحصل، في ظروف طارئه بتحصل، الاسلوب اللي مستر فرناندو بيتبعه من اول الموسم بكل لعيبه بتشترك، بقيت لعيبه عندك جاهزه، لو في لعيب غاب في يوم في ظرف طارئ، لا انت عندك البديل، عندك اتنين، لو اللعيب مش موفق حتى النهارده دي اوف تقدر تغير. لكن اعتقد الاتجاه هيبقى المباريات الجايه طبعا، النهائي اللي قبل النهائي والنهائي هيبقى التشكيل الاساسي اكتر، ومع ظروف المباراه بقى طبعا، لو احتاجنا في لعيب مثلا دي اوف، محتاجين مثلا تغيير حائط صد، تغيير ارسال، يعني لعيب مش موفق، اللي هي تغييرات في اضيق الحدود، لان دي طبعا مباراه قبل نهائي ونهائي. كابتن شايف نفس اللي قاله كابتن محمد كتات، ان الضغط بالارسال، الضغط بالبلوكات، ده مكسب، يعني سبب المكسب، خاصه ان امبارح احنا شفنا شرطه الرواندي بدا معانا جيم بيلعب حقه انه يحاول يوصل ويحاول يكسب. فرقتنا ضغطت بالارسال وضغطت وادت رساله ان انا النهارده نازله مش هفرط في الجيم. النهارده شايف بتتفق مع كابتن محمد ان الارسال والبلوك هم كلمات السر في الفوز السهل النهارده؟ طبعا انا بايد الكلام ده جدا، خاصة ان الفريق الليبي فعلا احنا يعني انا اتفرجت عليه في مباراتين، هو مش مميز في الكرة الاولانية، عنده مشكلة في الاستقبال ومشكلة واضحة. المحترف يمكن اللي هو المحترف اللي من بورتوريكو عنده كرة اولانية لحد ما، لكن اللعيب هو معاه الليبرو واللعيب منتخب ليبيا لعيب مركز اربعة مش مميزين في الاستقبال. نعم. اخطائهم كتيرة، فده بالذات مع فرقة النهاردة، لا السلاح الارسال مهم جدا في حسم نتيجة الماتش، لان هم الفريق الى حد ما في الضرب كويسين، معاه اثنين محترفين، واحد من بورتوريكو واحد من الارجنتين، معاه سنتر بلوك كويس رقم 17، فعنده ضاربين كويسين. نعم. لازم تصعب مهمه عليهم، لازم ارسالات موجهه على اللعيبه الضعيفه في الاستقبال، بحيث ان احنا نقدر نوجه اللعب مكان ما احنا عايزين، ونحط حائط الصد بتاعنا ونركز، نبقى مسيطرين على الملعب، سواء في الضرب، سواء ان هم حتى اللي هيضربوا يديهم زوايا معينه يضربهم منها، كل ده امور احنا نقدر نتحكم فيها بالتركيز في الملعب. وحتى الارسالات يعني طبعا كتات ذكر السيرفات السبايك المميزه، حتى ما عندهم مشكله كبيره في الفلوتر، يعني حتى سيرف الاسهل شويه، حماده عثمان وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودي، هيبقى السيرف بتاعهم مؤثر النهارده، ممكن يكون في بعض الاحيان احسن كمان من السبايك، لان نسبه المخاطره فيه اقل، ضياعه اقل، والفرقه الثانيه مش مميزه في استقبال الفلوتر. ممتاز. فان شاء الله يعني فعلا سلاح السيرف مهم جدا مع تركيز في حائط الصد، هيسهل المباراه علينا ان شاء الله. كابتن محمود رؤوف برضو ابن الوز عوام، كابتن محمود يعني رؤوف عبد القادر برضو شارب البولي بول. اروح لكابتن سلعاوي، ننتقل بقى على طول، نروح من الكوره كره الطايره، الكره الخفيفه، للكره الثقيله الاكبر شويه اللي طبعا هي مش نقله كوره، ولكن نقله بقى رولز وقانون وملعب. ماتش النهارده هنعمل فيه يا كابتن، خاصه النادي الاهلي ادى رساله في المباراه الاولى والثانيه ان انا جاي النهارده بدافع عن لقبي وانا البطل. شايف النهارده مع بنجي النتيجه ايه، خاصه ان بنجي كسب مباراه وخسر مباراه؟
والله انا يعني هي عايز اقول ان النادي الاهلي بدا بدايه جيده جدا، بدا او ممتازه نقدر نقول. هي اي مباراه تعودنا ان هي بتكون صعبه، بس دلوقتي احنا الاول بيلعب الثالث. فرقه بنجي خسرت من الاتحاد الليبي وكسبت فرقه رواندا لوانز اللي هي نفس الفرقه اللي احنا لعبناها بالظبط، فده يدل انها برضو فرقه شيتي اوريانز نفس الفرقه اللي احنا لعبناها هم واحنا كسبناهم هم كسبوها، بس الاهلي هم لعبوا تقريبا نفس الفرقتين اللي احنا لعبناها فكان 1-1 نعم. يعني خسروا كم مباراه وكسبوا مباراه. انا شايف ان المباراه هتكون ان شاء الله بالنسبه لينا هتمشي في حصاد حصد النقاط بتاعه الوصول للنهائيات. البطوله دي ما كانتش سهله كما الناس كانت متوقعه ان بطوله سهله. الاتحاد الليبي فرقه ليبيا النصر الليبي فرقه جيده جدا، وفرقه برضو النهارده بنجي دي فرقه كويسه، فرقه رواندا برضو قدمت عرض مش وحش يعني. فاحنا كل املنا ان النادي الاهلي ينزل بكل مفاتيحه. خلينا نوضح كمان يا كابتن ان بنجي من وسط افريقيا، ومعروف عن وسط افريقيا القوه البدنيه والسرعه طول عمر وسط افريقيا من الفرق الجيده جدا في السله، وان هي من اوائل الناس اللي كانت بتنظم وبتكسب بطولات، لكن هي اختفت شويه عن الرؤيه، لكن رجعت تاني. انا يعني شايف ان مجموعه النيل دي اعتقد ممكن تكون من اصعب المجموعات اللي هي كان في 3 مجموعات السنه دي، كالهاري اللي في جنوب افريقيا، ومجموعه الصحراء غرب افريقيا، ومجموعه النيل زودو، ومجموعه جنوب افريقيا بريتوريا ودكار وكنجالي والقاهره. النيل دي هتبقى من اصعب يعني اصعب مجموعه، لكن ان شاء الله احنا الفرقه متمرن يعني معدوده كويس متمرن كويس. الاجانب السنه المره دي اجانب اختيارات مختلفين خالص يعني اختيارات. اموت احنا كنا عايزين نجيب اموت كان من جنوب السودان، ولكن هو بيلعب في الصين دلوقتي. اختيارات جيده. عيسى بعد الاصابه اثبت ان هو لاعب من طراز فريق عمل ماتش كويس جدا الماتش اللي فات، يمكن حاطط 20 نقطه والماتش اللي قبليه يعني ماشي بمستوى مطمن جدا جدا. عايز اقول ان برضو ان فرقه الاهلي مستعده كويس للبطوله دي. يعني دي كانت اهم نقطه، ان مستعده نفسيا ومستعده كفريق دفاعيا وهجوميا. الشكل حلو، مقدمه شكل حلو، لكن كان ما ينقص هذه البطوله طبعا عدم وجود الجمهور بالشكل الكافي. اعتقد ان بدا يعني الماتش اللي فات شفنا بعض الجماهير بدات تروح، بس يعني احنا محتاجين الصوره تتملي، لان اللاعب لا يستطيع ان يمتع الا في وجود جمهور. نعم. لان هو الجمهور هو الحافز الوحيد. نعم. بالنسبه لله اشكرك يا كابتن سلعاوي. كابتن نبيل اكيد عندك كتير تقوله النهارده، لان احنا حقيقه حتى معانا اجانب في الفرقه النهارده، بنتكلم على اربع محترفين، وفي كمان معانا في الناحيه الثانيه يعني في الناحيه الثانيه عندنا الكثير برضو من المحترفين، عندهم عدد كبير من المحترفين. بس قبل ما اسمع اجابه حضرتك كابتن نبيل، اسمح لي نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى في طبعا الملعب الذي ستقام عليه كره السله او البال باسكتبول افريكا ليج مع بنجي من وسط افريقيا، ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تنقل لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي هنا. مرحبا بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكبار نجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله دكتور حسن مصطفى هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات رجال النادي الاهلي قبل انطلاق الجوله الثالثه من بطوله البي اي ال او البال واللي مقامه في صاله دكتور حسن مصطفى. الحقيقه انه رجال النادي الاهلي مركزين بشكل قوي جدا في المباراه، يعني هم في معسكر مغلق منذ بدايه البطوله. طبعا البطولة بدأت من يوم 19 ابريل وهتستمر حتى يوم 27. زي ما قلت هما في معسكر مغلق في احد الفنادق الموجودة في مدينة 6 اكتوبر عشان طبعا يدخلوا بقى في اجواء المباريات، مركزين بشكل قوي جدا. هدفهم الوحيد هما ان هما يحافظوا على هذه البطولة، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه رجال النادي الاهلي هما اللي حصلوا على هذه البطولة في نسختها الماضية، فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني خلاص بقى دقائق قليلة بتفصلنا عن انطلاق المباراة، مباراة النادي الاهلي فريق بانجي. اكيد يعني الحقيقه حتى الان رجال النادي الاهلي ماشيين بخطه ثابته جدا في البطوله، لعبوا جولتين، مباراتهم الاولى كانت امام فريق سيتي اويلرز، شفناهم بيقدموا اداء كبير، قدروا ينهوا المباراه لصالحهم بفارق اكتر من 20 بوينت، واكيد دي نتيجه كبيره يعني بالتحديد بنتيجه 99-76. وثاني جولاتهم كانت امام طبعا فريق الاهلي الليبي، يمكن شفنا بقى مباراه كبيره جدا وقويه جدا، لكن رجال النادي الاهلي قدروا يحسموا المباراه
المباراه لصالحهم بنتيجه 98-86. ان شاء الله بقى النهارده كمان هيقدروا يفوزوا على فريق بانجي ويستمروا في صداره الترتيب، لانه النادي الاهلي الحقيقه في الصداره بالعلامه الكامله زي ما قلت. الحقيقه بيقدموا اداء كبير جدا بيليق باسم النادي الاهلي، يعني ده على صعيد استعدادات الفريق. الحقيقه بقى ان انا كمان حابه اشيد بتنظيم البطوله في صاله دكتور حسن مصطفى. الحقيقه التنظيم اكثر من رائع، سواء في تنظيم دخول كل المشجعين او كمان الحقيقه بقى الاحتفالات والاجواء داخل الصاله، اجواء مميزه جدا في اكثر من فقره، فقرات انترتيننج او ترفيه للحضور والمشجعين. الحقيقه اجواء مميزه جدا، يعني كل الحقيقه مشجعين كره السله اللي ما جوش وحضروا مباراه من مباريات البال فايتكم كتير جدا، تعالوا بقى عشان تستمتعوا باجواء مميزه جدا وبالتاكيد تدعموا وتشجعوا رجال كره السله. يعني يا كابتن هيثم اكيد كل التوفيق لرجال كره السله، وبالتاكيد كمان كل التوفيق لرجال كره الطايره اللي عندهم مباراه مهمه ونصف نهائي بطوله افريقيا. ان شاء الله بقى تكون ليله اهلاويه خالصه، ونكون مع حضرتك بعد فوز رجال كره السله بنعمل لقاءاتنا الحصريه طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات. والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. يا هلا، معلش انا عندي استفسار، انت يمكن شايفه الملعب اكتر منا، هل فرقتنا وصلت ارض الملعب؟ هل وصلوا على البنش؟ بداوا التسخين؟ يعني ادينا الرؤيه اللي انت شايفاها قدامك، هل فرقتنا بالفعل او الفرقتين وصلوا ارض الملعب ولا لسه؟ الحقيقه يا كابتن هيثم هم متواجدين في ارض الملعب يمكن من الساعه 6، لكن طبعا ما دخلوش لارض الملعب. عارفه ان هم متواجدين في الصاله لكن لسه ما دخلوش ارض الملعب، لان زي ما احنا عارفين انه كان في مباراه بتسبق مباراه رجال الاهلي طبعا كانت بين فريق الاهلي الليبي وسيتي اويلرز، ويمكن كمان انتهت لصالح الاهلي الليبي. فيعني في خلال دقائق قليله ان شاء الله رجال النادي الاهلي هيبداوا في عمليه الاحماء والتسخين، واكيد طبعا هننقل لحضراتكم كل الامور المتعلقه برجال النادي الاهلي اول ما يدخلوا لارض الملعب. هنا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم سمعتوا من الزميلة العزيزة هنا أبو القاسم، الحقيقة النهاردة غطت لنا نقط كثيرة. أهلي يعني بنغازي فاز في المباراة، فالنهاردة بنتكلم إن أهلي بنغازي بياخد خطوات وبيقرب تاني المجموعة، أكيد طبعا دي حاجة تسعدنا الأشقاء في ليبيا إن طبعا نتأهل إحنا وهم، إن شاء الله نكون إحنا أول والأشقاء تاني إن شاء الله. إحنا النادي الأهلي طبعا نتمنى ليه دايما أبدا يكون في المقدمة، ولكن أكيد يعني سعداء بفوز اخواتنا واشقائنا في ليبيا بهذا الفوز، ويقربوا كمان في مشاركه اولى. احنا اول مره نشوف اهلي بنغازي الحقيقه موجود. طب احنا جاهزين في صاله الامير عبد الله الفيصل يا جماعه؟ لسه. طيب اللي عايز اقوله لحضراتكم ان بو سالم عنده مباراه قبلينا على طول وكسبان 2-0، فاذا الامور تسير ان بو سالم هيكون في الفاينل. يعني احنا النهارده في الكره الطائره رايحين اهو بو سالم الحامل اللقب، الفريق التونسي حامل اللقب هو الاقرب الان لقطع البطاقه الاولى في فاينل الكره الطائره، هو كسبان 2-0 النهارده مع السجون الكيني. فاذا سمك كما توقعنا امبارح مع ضيوف الاعزاء، يمكن كان معايا كابتن محمد صلاح وكابتن كريم جمعه، وتوقعنا ان بو سالم هو اللي هيفوز ان شاء الله. نادي الاهلي يكون ثاني المتاهلين بعد ما يفوز ان شاء الله في مباريته. كابتن نبيل النهارده اجي لحضرتك بقى نرجع ثاني نعمل تحليلنا عن الكره السله ونتكلم عن المباراه النهارده. انا شايف حضرتك كاتب كتير نوتس، انا عايز اسمع رايك، يهمني جدا. روتيشن حلو ده. روتيشن حلو صح، عجبني كابتن، عاملين روتيشن في الاستوديو برضه. ما احنا خلاص اتعلمنا من الاسبان يا كابتن. اتفضل يا كابتن نبيل. هو فرقه بانجي فرقه عندها باسكت كويس، عندها اتنين من جنوب السودان محترفين، نعم، اللي هو موسيس بول وتيانج ديك، عندها لعيب قديم كونغولي فولا ناجانجا، وفي نفس الوقت عندها لعيب من افريقيا الوسطى جيمي داوا، ده برضو لعيب كويس، وعندها لعيب مصري اللي هو احمد نضال كان لعيب في الزمالك. يعني هم معاهم لعيب مصري نضال لاعب نادي الزمالك اللي في الام بي اكاديمي زي سيف عندنا. أيوة. عندنا. تمام يا كابتن. الفرقه بتلعب دفاعات مختلفه، يعني بتلعب 1-3-1، بتلعب 2-3، بتلعب مان تو مان، عندها لعيب رقم واحد ايفانز دوا، لعيب كويس عنده ميديم شوت كويس، عنده سيرفون كويس، هو بيلعب 2-3 جارد يعني، وعنده ميديم شوت كويس وطوله كويس، فساعات بينزل باللعيبه تحت الباسكت يلعب عليها. نعم. فرقه ترانزيشن بتاعها في اوفنس كويس، لكن في نفس الوقت هي مع المجهود بيقل مستواها. نعم.
فهي دي اللي انا مثلا شايفه بالنسبه لفرقه مدربهم طبعا فرانسوا ده كندي كان فرنساوي كندي فرنساوي كندي يعني هم عندهم مدرسه هنا اوروبيه في الكاتشات ومتهيألي كان مساعد مدرب منتخب كندا في وقت من الاوقات يعني هو يعني يعني عندهم جهاز فني برضه على مستوى على مستوى عالي يعني النهارده متوقع المباراه تبقى قويه كده لان خلي بال حضرتك هم بينافسوا مين دلوقتي بينافسوا اهلي طرابلس اهلي سوري اهلي بنغازي النهارده على المركز الثاني لغايه دلوقتي احنا لعبنا مباراتين كسبناهم ولسه اربعه نعم فلازم ناخد بالتدريج كده عشان نقدر باذن الله ناخد البطوله مفيش حاجه سهله نعم. الاهلي النهارده بينقصوا عمر طارق في جزء خططي لكابتن اجوستي عليه فده برضو بيبقى طب هو طبعا اتطرد الماتش اللي فات يا كابتن اتطرد نتيجه فاول يعني صعب شويه خشونه متبادله بس هو رد فعله خلى الحكم يطرده طيب النهارده هيغيب مباراتين طرد مباشر هو ما خدش تكنيكال فاول طرد مباشر يبقى مباراتين لو تكنيكال فاول كان يغيب مباراه واحده على ما اتذكر لو ما كانش بقى القانون اتغير اكيد بس ممكن نسال يا كابتن مباراتين سهلين يعني ان شاء الله يعني بعدنا عن اهلي بنغازي نعم يعني ان شاء الله اهلي بنغازي يكون موجود مع الفرقه طب كابتن نبيل بقى يعني توقعاتك في الطايره اديني بقى حته كده طايره يا كابتن يعني 3-0 3-0 لا 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 كابتن سلعاوي الفرقه ما شاء الله في الطايره لا طبعا احنا مع سجل تاريخ مرجع في الزعاب كده يعني طبعا عمالقه في الطايره بس انا من خلال متابعتنا للبطوله احنا فرق كبير بين فرقه الاهلي وبين الفرقه الموجوده يعني اطمن يا كابتن سلاوي ان شاء الله 3-0 وان شاء الله البطوله بكره باذن الله يتوجوا وبعدين برضو حصل حاجة كويسة جدا بصراحة لازم نشيد بيها اتفضل يا كابتن مجلس إدارة نادي الأهلي انه كرم الناس كل ماتش عشان الأساطير اللي كانت موجودة وكان في ناس فيهم في طي النسيان شوية فالناس دي اما اتكرمت دي فتحت مجال لباقي الألعاب ان يكون ان شاء الله في المناسبات للمناسبات اللي تقام في النادي الاهلي برضو في جميع الالعاب اعتقد ان ده هيبقى عرف بعد كده ان شاء الله بس كانت خطوه جيده جدا مجلس الاداره بصراحه ان هو الناس خرجت مبسوطه جدا يعني بصرف النظر عن التكريم ومش لا الناس نفسها خارجه مبسوطه كلنا كنا مبسوطين بقى كابتن محمود امبارح وكابتن لا بره احنا شفناهم بره الروح المعنويه في الجنينه بقى بره الروح المعنويه بتاعتهم ارتفعت جدا بره حمدي وده خلى عندي عتاب بالنسبه لزملاتنا وحبايبنا اللي قايمين على البال وهم حبايبنا كلهم بس خلي بالك البال مش بتاعتنا قوي يا كابتن بس برضه. انا ما اعتقدش ان هم لو ادوا فكره ان تكريم او يبقى في مكان للعيبه القدام والنادي الاهلي هو اللي بيشارك فبالاحرى ان مثلا يبقى في لعيبه او في مكان مدرج للعيبه القدام بتوع النادي مش بس الاهلي لعيبه مصر كمان انا مش متهيالي كبال لان انا يعني شفت انت قصدك على البال كمصر كمنتخب مصر كتوتال مش يعني الاهلي ومصر يعني كله. يعني انا شفت البال مثلا شفنا المباريات كانوا جايبين اللعيبه في بتاع دوت بس في سنه كرموا مودي الجرحي وجمال انا فاكر في بال كرموهم لما جم اعتذروا بس هو يعني حضرتك قصدك انه يبقى تقليد بقى انا قصدي مش تكريم حتى ان يبقى في مكان قاعده عند الملعب للعيبه دي اللي هي الاساطير بتاعه الباسكت سواء جوه النادي الاهلي مش بتكلم على عليه او سواء برضو بتاع منتخب مصر اسمها كبير في افريقيا وخدت بطولات كتير وعلى طول بتنافس حتى لو هي مثلا ما خدتش البطوله بتنافس فمش معقوله يبقى على ارضنا وما بقاش في مكان محدد ليهم بضيف للكابتن نبيل خاصه ان المسؤولين عن البال هنا في مصر اتنين برضو كان يعني مع عمر عبد الطالب يعتبر من الناس الاساطير واللي كانوا بيلعبوا ومحمد يوسف اعتقد ان يعني هم لا يعني حتى في الام بي احنا بنتفرج عليهم بنشوف ان اللعيبه القدامى ازاي بتقعد في حتت معينه وبيجيبوهم وبتبقى محطوط لهم مكان معين كده هدوم بصوت لصوتك ولازم ده يتاخد في الاعتبار لان اللي مالوش يعني زي ما بيقولوا ماضي مالوش حاضر ولا ليه مستقبل لازم نبين ده طيب خلينا نروح بقى للمباراتين يا كابتن رؤوف ونبتدي بالجهاز الفني للنادي الاهلي في الكره الطائره طبعا احنا حفظناهم طبعا مع بعض والجمهور حفظهم بس ذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين مفيش مشكله خالص ان احنا برضو نديهم حقهم ونتكلم على الجهاز الفني اتفضل يا كابتن رؤوف طبعا الجهاز الفني النادي الاهلي القياده الفنيه المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو كابتن محمد السيد المدرب العام وكابتن محمد الحسيني مدرب الفريق وكابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق
احمد محمد اسامه الاداري، وشادي فهيم المحلل التقني، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، واسلام محمد موسى اخصائي العلاج الطبيعي، اسامه محمد ابراهيم اخصائي التاهيل، ومحمد شهير الدين مدلك الفريق، واخر حد طبعا شريف محمد صلاح اخصائي اللياقه البدنيه. اشكرك يا كابتن. ليك تعليق على الجهاز الفني؟ ليك حاجه عايز تقولها على الجهاز الفني يا كابتن؟ لا، الجهاز الفني طبعا دول زملاء لعبوا معايا يعني سنين، وهم شخصيات فعلا يعني مهم جدا. يعني احنا شايفين التغيير دلوقتي في الرياضه، محمد السيد ومحمد الحسين وعبد الحليم عثمان بالظبط، حتى بنشوفها في كره القدم بره في الدوريات الكبرى وكده، اللعيبه اللي هي لسه مبطله قريب زي جوارديولا. طب خلينا ناكد حاجه يا كابتن. مولودية بيسالم فاز 3-0 خلاص على السجون الكيني، وهو اول المتاهلين للنهائي. خلاص كده مولودية بيسالم هو حامل اللقب للمره الثانيه، يصل الى الفاينل. منتظر نتيجة النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة مع النصر الليبي، وإن شاء الله نبارك لبعض التأهل للفاينل. آسف على مقاطعتك يا كابتن. لا إفهم. بالنسبة أنا شايف إن هو تشكيل كويس، الجهاز الفني بتاعنا فعلا طبعا المدير الفني الأجنبي، أكيد الفكر الأجنبي بيضيف حاجات جديدة برضو، دي حاجة كويسة. إن إحنا أنا واخد بالي طبعا إحنا في كل الألعاب عندنا دلوقتي أجهزة فنية، يعني مدربين أجانب، وفي جيل جديد طالع في كل الألعاب. بالظبط، بقى الجيل الجديد بقى اللي معايا كلهم ناس يعني شباب اللي هم مستقبل القيادة الفنية في النادي الأهلي في المستقبل. أنا شايف كابتن محمد السيد ومعاه الكابتن محمد الحسيني. بالنسبة للحتة الإدارية برضو عبد اللطيف عثمان أول سنة السنة دي مدير الفريق، فإحنا برضو بنجدد الدم حتى في الحتة الإدارية. فانا شايف وبقيت حتى الجهاز كله طبعا انا شايف ان يعني في تغيير كبير في الجهاز السنه دي، ودي حاجه كويسه ان دايما يبقى عندنا كوادر وناس جديده ان شاء الله في الكره الطايره. اشكرك يا كابتن محمود. كابتن محمد اجيلك قائمه اللاعبين وقولها لنا زي ما كنت بتقولها قبل كده بالمراكز. حابب نقولها بالمراكز ولا بالارقام؟ لا، قولها لي بالمراكز ليه؟ عشان ندي تصور للساده المشاهدين أحلى. عندنا قد ايه وفره عدديه في كل المراكز كسكواد. اتفضل يا كابتن. تمام، احنا هنبدا مركز صانع اللعب. المعد هو كابتن عبد الله عبد السلام، وهو ده كابتن الفريق. ومعاه كابتن حسام يوسف. تمام، دول اثنين معدين. مركز اثنين عندنا احمد صلاح الدين، ومعاه سيف حسن عابد. مركز ثلاثه عبد الحليم فهيم الشهير بعبه، ومعاه حماده عثمان، ومعاه عبد الرحمن سعودي، ومعاهم محمد عبد المحسن. يعني عندنا اربع ثلاثات. ممتاز. ومركز اربعه عندنا يوسف الصافي، وعندنا عبد الرحمن الحسيني، ومحمد عصران، ومعاهم احمد عزب. نعم، ده تشكيل نادي الاهلي بالمراكز. يا الحمد لله اقل مركز هو التنينات، عندنا اثنين لعيبه بس، والوحيد عندنا اثنين لعيبه بس. صحيح. والليبروهات اثنين لعيبه عندنا بس. اثنين بقى لعيبه الليبرو هو محمد رمضان ويوندر جارسيا. حلو، يعني عندنا في كل مكان على الاقل اثنين لعيبه. صحيح، ده بالاضافه للثلاثات اربعات، والاربعات عندنا اربعات كمان. هو عاده بيبقى ده التشكيله كابتن هيثم بيحطوه في البطولات الافريقيه، منتخبات حتى في كل شيء هم بيبقوا ماشيين بالنظام ده، يحط اثنين بصيره، يحط اربعه اربعات، يحط اثنين اثنينات، ويحط اثنين ليبرو. لما في بطولات ثانيه بتقل بيبقى 12 لعيب بس، فبيبقى ليبرو واحد. وليك بقى الحق ان انت بدل اربعه ثلاثات يبقوا ثلاثه ثلاثات، وتحط تزود يبقى معاك خمس اربعه، لان البطوله بتبقى طويله. فانت محتاج ان انت المركز الاكثر بيعتمدوا عليه الثلاثات والاربعه واربعات، لان هو طبعا هو الاستقبال، وبيبقى فيه دايما انت ممكن يبقى فيه اثنين في الملعب منهم ممكن ما يكونش موفقين، فانت لازم بتغير، ويبقى عندك فرايتي كتير ان انت تقدر تشتغل. اشكرك يا كابتن محمد. اجي لك يا كابتن سلعاوي بقى، نروح لكره السله وقائمتنا والجهاز الفني. نبتدي بالجهاز الفني. اتفضل يا كابتن. هاخد منك ثانيه. اتفضل يا كابتن. طبعا على فكره احنا في اجتماعات اللجنه بتاعتنا كان الكابتن محمود فرج وكابتن نور عطيه بيثنوا على المدرب الاسباني، بيقولوا هو فرناندو اسكى. فرناندو مونزو ومن اسكى المدربين اللي اتعامل اللي شافوهم يعني. زي خششنا نقول لك ايه اسكى بقى كابتن، خششنا بقى كده اللي 1000 جنيه. قول لنا اللي 1000 جنيه ليه قالوا على مستر فرناندو من اسكى المدربين؟ الروتيشن عنده عالي جدا. روتيشن بذكاء. بذكاء جدا. مش روتيشن، مش الهدف الروتيشن. هو يعني الهدف اللي ورا الروتيشن ايه؟ انا طبعا ما افهمش قوي، بس اعتقد في مباراه الاهلي في المباراه الاخيره كانت الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك كان بيلعب بحسام تقريبا يوسف. تمام، معد. صحيح. ونزل عبد الله في وقت عبد الله اخر اربع نقاط تقريبا او خمس نقاط قدر يحول داس بنزين خلص على الفرقه. ما كابتن يعني من كتر قعدتنا في الجنينه بقينا لاقين من بعض، بقينا تلاقي الباسكت كارف على الطايره جارف على العاليات. مفيش شك يا كابتن هيثم ان السيستم الاسباني ناجح ما شاء الله. الثلاثه مدربين هو كده اثبته كده خلاص. تمام الحمد لله. كابتن سلعاوي بقى نروح لكره السله ونتكلم على، خلينا في الجهاز الفني الاول يا كابتن. الجهاز الفني نتكلم على الجهاز الفني الاسباني واسمع تعليق حضرتك زي ما يعني كابتن الكبار علقوا في الكوره. طبعا اوجوست بوش مدير فني. ده اعتقد السنه الثالثه ليه او الثالثه.
احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسي مدرب، طارق الغنام مدير الفريق، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، دكتور محمد جاد، نعم. علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. نعم. ليك تعليق على الجهاز الفني؟ نفس اللي قاله كابتن محمود رؤوف، هو برضو احنا عندنا احمد الجرحي كمدرب عام، مشروع مدرب مؤهل، مدرب لا هيبقى ليه بصمات في الفتره الجايه وماسك منتخب مصر وعمل نتائج جيده جدا. وبرضو رامي الدياسي من الكوادر اللي هم اتزقت السنه دي علشان يعني تتعلم او من المدرسه بتاعت جوستي. نعم. بوش اعتقد ان الجهاز ثابت بقاله موسمين تقريبا. نعم. اشكرك يا كابتن سلعاوي، وخلينا زي ما عودناكم ورحنا صاله 6 اكتوبر للدكتور حسن مصطفى، هنروح ونطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان تكون معانا الزميله العزيزه منى المنيسي عشان تنقل لينا اجواء ما قبل المباراه، قبل النهائي الاهلي والنصر الليبي. اتفضل يا منى. كابتن هيثم برحب بيك وبرحب باكيد ضيوفك نجوم الاستوديو التحليلي بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت انا على صاله الامير عبد الله الفيصل حاليا في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، ودقائق قليله بتفصلنا اكيد عن بدء مباراه النادي الاهلي والنصر الليبي في نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية، واللي أكيد الأهلي بيستعد لها بشكل قوي. طبعا كل يوم مباراة، كل يوم مباراة، وكل أكيد مع تقدم المباراة وكل ماتش بيخلص وبندخل في على الماتش اللي بعده أكيد صعوبة المباراة بتزداد، ولكن الأهلي بيكون على قدها أكيد وقد هذه المنافسة وهذه المباريات القوية. النصر الليبي أكيد عنده فولي قوية جدا، فولي محترمة كمان، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون قدها النهارده. عايزه اقول لحضرتك انه قبل استعدادات النادي الاهلي او الفريق بالفعل نزل ارض الملعب لاستعداد او عشان يقدر ان هو يعمل تجهيزاته قبل بدء المباراه، قبل على طول ما تنتهي مباراه المولوديه بوسالم التونسي مع السجون الكيني، واللي قدر مولوديه بوسالم عفوا ان هو يقدر ان هو يحجز مقعد في نهائي البطوله غدا ان شاء الله. عايز يعني خليني اشرح لحضرتك المباراه مشت ازاي. كان مولوديه بو سالم مسيطره على المباراه بشكل قوي جدا، قدروا ان هم في الكوارتر الاولاني او في الشوط الاولاني ان هم يفوزوا ب 25-15، الثاني بنتيجه 25-13، والثالث قدر السجوني الكيني ان هو يكون احسن شويه ويعمل كونتاكت شويه، ولكن ما قدرش ان هو يفوز في المباراه، فانتهت برضه لصالح مولوديه بوسالم بنتيجه 25-22 عشان يحجز بقى مقعد في نهائي البطوله غدا ان شاء الله، واللي بنتمناها ان شاء الله باذن الله انها تكون مع النادي الاهلي غدا ان شاء الله، ويعمل النهارده مباراه قويه. عايز اقول لحضرتك ان سكواد النادي الاهلي ان شاء الله كامل، ان شاء الله يكون قادر، وان شاء الله مستر فرناندو زي ما عودنا في المباريات الماضيه ان هو بيعمل روتيشن بشكل قوي بشكل يعني اكثر من رائع علشان يريح لعيبته. امبارح كمان كان في محاضرات بتقنيه الفيديو بعد مباراه ربع النهائي امس واللي برضه فاز عليها النادي الاهلي بنتيجه 3-0، شرح مستر فرناندو كل الامور المتعلقه بمباريات النهارده وازاي النادي الاهلي يقدر كالعاده او زي المباريات الماضيه كلها ان هو يقدر يستحوذ على المباراه من اولها ويكون ليد المباراه من اولها لاخرها زي المباريات الماضيه كلها اللي قدر يفوز بيها النادي الاهلي بنتيجه 3-0 على كل منافسيه وكل الاخصام اللي هو كانت معاه في المباراه من في البطوله من اولها. كمان امبارح كان في ريكفري بعد المباراه طبعا عشان يقدر اللعيبه يكونوا جاهزين لمباراه اليوم. خليني اقول لحضرتك او افكر مشاهدينا ان النادي الاهلي من اول البطوله لحد النهارده قدر او لحد امس قدر ان هو يفوز بكل مبارياته بنتيجه 3-0. في الجوله الاولى فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجه 3-0، وفي الثانيه فاز على الفتح المغربي نتيجه 3-0، في الثالثه فاز على الاسمنت الاثيوبي نتيجه 3-0، والرابعه على العداله الكيني بنتيجه 3-0 ايضا. دور ال 16 قدر النادي الاهلي يحسمه لصالحه بنتيجه اسكوار الكونغولي 3-0 ايضا، ودور ربع النهائي او دور الثمانيه قدر النادي الاهلي يفوز برضو على الشرطه الرواندي بنتيجه ايضا 3-0. نتمنى ان التيمه دي او سلسله الفوز بنتيجه 3-0 كمان تكون حليفه ومن نصيب النادي الاهلي النهارده، ويقدر ان هو يكسب مباراه النهارده ايضا بنتيجه
3-0 ونكون مع حضرتك بعد انتهاء مباراة اليوم مباشرة، بنحتفل بالفوز النهاردة مع لاعبتنا لصعودهم أو لحجز مقعدهم غدا إن شاء الله في النهائي البطولة. يعني دي يمكن كانت كل الأمور المتعلقة أو كل تجهيزات النادي الأهلي هنا من داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل، وأنا مع حضرتك أكيد لو عندك سؤال تاني اتفضل. منى المنيسي زميلتنا العزيزة بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة غطيت لنا نقط كثيرة بشكرك، وإن شاء الله هنرجع لك أكيد بعد ما نفرح ونفوز بإذن الله ونتأهل للنهائي عشان نلاقي بوسالم ولدية بوسالم التونسي أول المتأهلين للفاينل النهاردة. إذن هتبقى دي تاني سنة لي يتأهل للفاينل، السنة اللي فاتت كان مع نادي الزمالك وفاز عليه 3-2 في مباراة ماراثونية الحقيقة كانت في الجزائر بعد فوزه بالنادي الأهلي. الزمالك فاز بشوطين وبعد كده خسر في النهاية 3-2، ولكن النهاردة إن شاء الله بإذنك يا رب يكون طرف الثاني فريق مصري النادي الأهلي. حضرتك بقى ونرجع لكرة السلة مرة أخرى ونتكلم عن تشكيل أو فرقتنا اللي هتخوض المباراة النهاردة، واسمع تعليق حضرتك بعد ذكر التشكيل. اتفضل يا كابتن. قائمة سلة رجال الأهلي: إيهاب أمين 4، مروان سرحان 6، سيف هنداوي 7، عيسى اليونز 10، برنس علي 12، عمرو الجندي 13، أحمد مهيب 14، كريم حاتم 15، محمد أبو النصر 23، توني ميتشل 24، باتريك جاردنر 28، كيجو مصطفى المكاوي 34، عمر طارق 41. نعم، تعليق حضرتك على القائمة يا كابتن، خاصة النهارده عندنا سيف هنداوي هو ابن النادي الأهلي واللي شارك في الـ NBA أكاديمي للسنة الثالثة وبيستعين بيه النهارده تاني كمستر أجوستي. عندنا كمان أربع لعيبة جداد، يعني النهاردة أنت عندك أربعة أجانب منهم واحد مكمل معاك الموسم، ولكن نقول أربعة أجانب ومعانا سيف هنداوي، ففي خمسة من الأصل 12 لاعب عندك جداد، واستأذن حضرتك نقولهم تاني كابتن نبيل بعد إذن حضرتك. اتفضل يا كابتن. إيهاب أمين 4، مروان سرحان 6، سيف هنداوي 7، عيسى اليونز 10، برنس علي 12، عمرو الجندي 13، أحمد مهيب 14، كريم حاتم 15، محمد أبو النصر 23، توني ميتشل 24، باتريك جاردنر 28، كيجو أو مصطفى مكاوي 34، وعمر طارق 41. خلينا نأكد كمان أن سيف هنداوي فوق القائمة، يعني القائمة 13 لاعب إنما ال 12 اللي بيختارهم الفريق وبيحطوا لاعب الـ NBA. هو الواحد مبسوط صراحة أن سيف هنداوي وكريم حاتم من صغار السن. نعم. وفي نفس الوقت ليهم دور ايجابي. نعم. مع الفرق اللي هم بيروحوها او الفرق اللي هم بيلعبوا فيها. طب عندنا مشكله طبعا ان عمر طارق النهارده مش هيشترك. في نفس الوقت المحترفين دول ما فيهمش المحترف اللي هو هيكمل معانا في الدوري. نعم. يعني المحترفين دول ما فيش حد فيهم هيكمل معانا في الدوري، احنا في محترف خامس هو اللي هيكمل معانا ودلوقتي مكان عيسى اليونز، يعني الاربعه دول مش هيكملوا كده. طيب يعني اولا انت ليك اربعه اجانب منهم اثنين لازم يكونوا من القاره الافريقيه واثنين من خارج القاره الافريقيه. عندنا الاثنين من القاره الافريقيه، باتريك جاردنر اللي هو مصري امريكي وبيلعب في برنس علي. نعم، وبرنس علي ده يحمل الجنسيه احد الجنسيات الافريقيه، فاذا دول محسوبين من الافريقيه، وعيسى ليونز من امريكي وتوني ميشيل امريكي، يبقى كده دول الاربعه اجانب بتوعنا ان شاء الله. طيب كابتن نبيل، توقعات حضرتك الماتش النهارده؟ وبص هو طبعا الباسكت اداء في الملعب، بس انا اتوقع ان الماتش ممكن يمشي شويه ايكوال وبعد كده باذن الله نفرق ويطلع الفرق يعني مريح بالنسبه لنا. اشكرك يا كابتن. كابتن محمد، نرجع للكره الطايره ونروح تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل. توقعات حضرتك النهارده، انه احنا دايما بيبقى الماتش التاني في قبل النهائي هو المضغوط شويه، لان بقى في فرقه تاهلت قبل منك خلاص وصلت عملت اللي عليها، وانت النهارده عايز تاخد البطاقه الثانيه، فبيكون عليك ضغط عصبي من غير ما تلعب. انت طول عمرنا قبل النهائي الطرف الثاني في قبل النهائي بيبقى عليه ضغط اكبر. صحيح. توقعاتك للمباراه النهارده، هل هنقدر نستوعب الضغط العصبي ده خاصه في الشوط الاول والثاني، ولا ممكن الموضوع يبقى فيه ايكوال جيم وكلوز جيم في الاول؟ لا، انا شايف ان شاء الله هم درسوا الفرقه امبارح وشافوا يعني بانت ظهرت على حقيقتها في الخمسه جيم. نعم. وشاف مفاتيح اللعب كلها هو عنده ايه، فخلاص هو دلوقتي الكويس باين عنده في التحليل والوحش باين عنده، فهو دلوقتي عرفنا نقاط القوه ونقاط الضعف عنده.
هنبتدي ان احنا نقفل على نقاط القوه بتاعتهم ونستغل نقاط الضعف. فان شاء الله يعني الضغط العصبي نستطيع ان احنا هو وان كان ان ممكن اللعيبه تبدا تفكر في ده احنا بكره بوسال ده اللي هنشوفه بقى بس هم ان شاء الله هيبداوا ان شاء الله باذن الله من الشوط الاول هيخلصوا الثاني برده يعني ان شاء الله هيبقى السكور برده في فرق ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين دي تغطياتنا المستمره لمباراتين النهارده بناخدها بفرقنا كره الطائره وكره السله، والنهارده كره القدم عندها سيمي فاينل العوده في افريقيا، وكره اليد رجال وسيدات في افريقيا. فالنادي الاهلي النهارده يعني الصراحه يعني بينتشر في كل مكان في افريقيا لحصد البطولات. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره واستوديو الابطال ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واللي ما تابعناش من اول استوديو التحليلي خلينا نشرح لحضراتكم النهارده يومنا هيكون ازاي. احنا النهارده في الاستوديو التحليلي او حاليا في الاستوديو التحليلي النهارده عندنا مباراتين، المباراه الاولى وهي مباراه كره السله، المباراه الثالثه في مجموعه النيل في بال فور او باسكت بول افريكان ليج او بطوله افريقيا للابطال الانديه، واللي النادي الاهلي حامل لقبها السنه اللي فاتت واللي فاز بيها في رواندا بعد شهر يعني يمكن في مايو الماضي او يونيو فاز بيها في أول مرة في تاريخه في نسختها الجديدة. تمام؟ دي مباراتنا الأولى وهتقام إن شاء الله في تمام الساعة 8:00 على صالة الدكتور أو مجمع الدكتور حسن مصطفى، هنتكلم في أقل من 10 دقائق من الآن. هننقلها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. هنروح لمباراة تانية، مباراة الكرة الطائرة وهي قبل نهائي بطولة أفريقيا في نسختها الـ 45، والنادي الأهلي النهاردة يعني بيسعى وبيقاتل عشان اللقب السادس عشر. احنا النادي الاهلي واخد 15 لقب في هذه البطوله، واللي بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده بيدور على لقبه ال 16، والبطوله دي مهمه لينا كلنا لان ممثل افريقيا او بطل افريقيا هيمثل القاره الافريقيه في بطوله العالم القادمه بعد اعلان الاتحاد الدولي عن ذلك، ومن قبله الكابتن فؤاد عبد السلام مدير تنفيذي الاتحاد الافريقي حينما اعلن على شاشه قناه النادي الاهلي ان الفائز ببطوله افريقيا سيتاهل تلقائيا في اول مره منذ عقود الى بطوله العالم لكره الطائره. مباراه الطائره ستذاع ديجيتال او هتذاع على مواقعنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او يوتيوب شانل، هتلاقوها هناك وهتقدروا تشوفوها، واحنا بنحاول بقدر استطاعتنا كقناه النادي الاهلي ان احنا نكون موجودين مع ابطالنا ونخليكم تعيشوا معاهم كل الاجواء، وعلى قناتنا كمان على اليوتيوب. طيب احنا يعني ده اليومين بنتابعهم مع بعض، اكيد هنرجع لحضراتكم تاني بعد المباريات، اكيد بين الشوطين هنشوف الدنيا بتمشي ازاي. وزي ما حضراتكم شايفين دي الصوره اللي فوق من الملعب مجمع الدكتور حسن مصطفى في ازهى يعني شكله، والملعب اللي تحت صاله الامير عبد الله الفيصل. في مباراه كره السله هيكون معلقنا الكابتن احمد مناع، في كره الطائره هيكون معلقنا كابتن مروان صالح. بس ارجع تاني بقى لضيوفنا في فاضل دقيقتين ثلاثه، اخد راي بقى طبعا كابتن محمود رؤوف في توقعاتك في دقيقه سريعا لمباراه كره الطائره النهارده. بص انا متوقع مباراه النهارده طبعا مش هتبقى سهله زي المباراه اللي فاتت. الكره الطايره في ليبيا تقدمت جدا معاهم محترفين، وهيبقى لينا دور مهم جدا فريق النادي الاهلي في تحديد مسار المباراه. نعم. لازم نبتدي بمنتهى القوه. الفرق الشمال افريقيه لو اديتها هم الفولي بتاعهم كويس، لو احنا ادينا لهم مساحه لا هيخشوا في الماتش وهيبتدوا يتعبونا. فانا شايف ان احنا مهم جدا النادي الاهلي، انا متوقع ان شاء الله ان الاهلي هينزل هيضغط من اول مباراه زي ما قلنا. بس ممكن ياخد شوط منا يا كابتن؟ يعني ما فيش حاجه طبعا، الكره الطايره اكيد بالاداء في الملعب، بس ان شاء الله اعتقد فرقتنا بايديها ان شاء الله تحسم مباراه 3-0 لصالحها. يعني توقعاتك للسله بقى؟ السله بص خليكم لازم تبقى جاهز ولازم تذاكر يا كابتن وانت جاي سله. يا كابتن ما انت عارف هيبقى في الاستوديو في سله. اتفضل يا كابتن. لا انا بصراحه كل ثقه في فريق النادي الاهلي، يعني بجد الفريق السله يعني اخر سنتين ثلاثه فعلا حاجه مشرفه جدا للنادي الاهلي يعني، واهم حاجه ان شاء الله يحافظوا على القمه اللي هم وصلوا لها. هم فعلا بقى لهم سنتين على القمه، وحاجه صعبه جدا ان تحافظ على المستوى ده، ودي الحاجه المعادله الصعبه اللي انا شايف ان الفريق الاهلي قادر يعملها وبيعملها الحمد لله لغايه دلوقتي. فانا عندي ثقه فيهم ان شاء الله البطولات تبقى بتاعتنا، وهنصعد ان شاء الله النهارده بعد المباراتين بالفوز. كابتن رؤوف هو اللي جاب المدرب. كابتن رؤوف جابني انا يا كابتن رؤوف، هو مضاني انا. كابتن محمد سريعا فاضل لنا دقيقه، توقعاتك لماتش السله. عاده السله انا بحبها جدا في السخونه اللي بتبقى في الماتش. امتى يا كابتن العوج جاهزه؟
ان هي تفضل ماشيه ايكوال 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 وفي اخر الماتش تلاقي الكوره رايحه تخش الباسكت هوب الفريق الثاني يقوم يكسر في بعضه، فدي بصراحه بتبقى جميله وممتعه. ولكن ان شاء الله يعني احنا هيكون لنا اليد العليا النهارده باذن الله، ونقول يعني فرق 5 6 بونت كده حلوين ان شاء الله باذن الله. بشكر ضيوفي شويه 20 خلاص 20 عشان خاطر كبس العرب. بشكر ضيوفي نجوم كره السله وكره الطايره كابتن سلعاوي، كابتن محمود رؤوف، كابتن محمد كداد، كابتن نبيل بخيت، بشكركم. وخلينا بقى نروح ل مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر عشان اللي حضراتكم جيم 3 الاهلي وبنجي من وسط افريقيا في جيم 3 في مجموعه النيل في بال 4، ومعلقنا الكابتن احمد مناع فإلى هناك.